وصل معكم مشاهدينا الأكارم في قناة صباح الشروق. التقرير القادم بصحيفة الدار احتفت بالذكرى 63 لأعياد الاستقلال المجيد. زميل محمد فتح الرحمن كان موجود هناك وعد لنا التقرير القادم، نتابعه ونعود. بحضور عدد كبير من قوات الشرطة والصحفيين والقراء، احتفل صحيفة الدار بالعيد الوطني للاستقلال وإحياء الذكرى 63 برعاية كريمة من معتمد محلية الخرطوم ومدير عام قوات الشرطة ورجال الأعمال بصالة فيتونيا بالخرطوم بحري. باسم صحيفة الدار الغراء، وهي صحيفة الصحيفة الأولى على مستوى السودان، ننظم احتفالية واحتفائية كبيرة بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد، وهي ذكرى عظيمة وكبيرة بالنسبة للشعب السوداني. وصحيفة الدار تقوم بهذه المهمة في إطار الوفاء ورد الجميل بالنسبة للشعب السوداني، الشعب الذي يستحق هذه التحية في مثل هذا اليوم الكبير. سجل السودانيون بنيلهم الاستقلال صفحة بيضاء مشرقة في سجل تاريخ النضال الوطني، وكانت البلاد تستشعر كل الناس للتحرك ضد المستعمر البغيض، لذلك كانت هذه الاحتفالات بمثابة رفع الروح الوطنية للسودانيين وإحياء قيم الاستقلال ونبذ القبلية بين الناس من أجل سودان دائم وموحد. ليس غريبا طبعا على صحيفة الدار، وهي تبادر بهذه المبادرة الوطنية الكبيرة، وصحيفة الدار هي سباقة دائما بأنه تحتفل بمثل هذه الأعياد، ويعني سبق كثيرا أن حضرنا لها عدة احتفالات بهذه المناسبة. عيد الاستقلال هو مناسبة وطنية تؤكد مدى مساهمة الصحافة السودانية في الاستمرار باحتفالات البلاد بمثل هذه الأعياد، ورفع الروح الوطنية لدى كل المتلقيين والمشاهدين عبر الأجهزة الإعلامية باختلافها التقليدية والحديثة. مثل هذا الحدث الذي بادرت به صحيفة الدار يؤكد مدى يعني تغلغل هذه الصحيفة في الأوساط المختلفة منها باختلافها، وهو دور عظيم يعني يحفظ لها، خاصة وأن الدار جريدة منتشرة في أوساط الجماهير، وهي الجريدة الأولى طبعا اجتماعيا، وهي الأولى أيضا في بعض الأخبار السياسية، ولها غراء يعني قاعدة كبيرة جدا من الغراء. تعتبر صحيفة الدار من الصحف السودانية واسعة الانتشار، حيث تهتم بالأخبار الاجتماعية والمنوعات. تأسست في نهاية الستينات واتخذت لنفسها مكانا كبيرا في قلوب السودانيين، فحري بنا أن نشاركها الأفراح والاحتفالات ويتحتفلوا بعيد الاستقلال المجيد. وكل عام والوطن بخير، فلتدم أنت أيها الوطن. تحتفل البلاد في مثل هذه الأيام بذكرى استقلال السودان المجيد، الذكرى 63 للاستقلال. أدام الله الحب والأمان والعافية على شعب السودان العظيم، وكل عام وأنتم بخير. محمد فتح الرحمن، كاميرا صباح الشروق، الخرطوم.